السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وتغطية جديدة أقدمها لكم من محافظة النجف الأشرف. تغطيتنا لهذا اليوم خاصة حول عيد الغدير الأغر، انتقالتنا الأولى إلى العتبة العلوية المقدسة وما أعدته من خلال 40 فعالية تستمر على مدى أسبوع أسمته بأسبوع الولاية. أقويانا وهذه الفقرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عيد الله قد جاء، صوت البشير في سمانا لهدانا، قد دعانا يوم الغدير في سمانا لهدانا، قد دعانا يوم الغدير. من كان له طه مولا فعلي مولا، لمن والى من كان له طه مولا فعلي مولا، اللهم بلطف جلالك ولمن والى. فحروف للآن صداها من خم بهدى ذكراها، فحروف للآن صداها من خم بهدى ذكراها، للبيعة أعلنها طه، للبيعة أعلنها طه، وتمام الإسلام وتمام أمر السماء أتى لنا بالحق، جاء لنصرنا كف الولاء أميرنا سر البقاء. أمر السماء أتى لنا بالحق، جاء لنصرنا كف الولاء أميرنا سر البقاء ولينا ولينا. يا قد تم الدين بمعناه،
صوت المختار تكرر نداهم من كنت مولاه مولاكم بالحق حيدر قد تم الدين بمعناه صوت المختار تكرر نداهم من كنت مولاه مولاكم بالحق حيدر مولانا يا علي مولانا يا علي مولانا بالحق حيدر مولانا 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 بالحق حيدر يا ولي الله. إن شاء الله هذه الفعاليات ستتنوع من خلال مضامينها والمجالات المنتمية إليها. هناك فعاليات رسمية التي تقام داخل الصحن العلوي المطهر، هناك مراسيم لرفع راية الغدير في اليوم الأول من هذا الأسبوع، اليوم 14 من شهر ذو الحجة. هناك أيضا محفل قرآني دولي، هذا المحفل يحاول أن يوثق العلاقة الرابطة بين الإمام سلام الله عليه وعلاقته بكتاب الله تبارك وتعالى. تزويج 100 شاب من الأيتام والمتعففين، تتكفل العتبة العلوية المقدسة بتقديم غرف النوم التي قدمت من خلال الورش التخصصية التي تنتمي للعتبة العلوية المقدسة، إضافة إلى مبالغ مالية وهدايا عينية تمكنهم إن شاء الله من العيش الرفيدي وبكرامة. من تخلف وانت خلى بالنص التزمنا والقرائن والأدلة بس حيدر يوصف الهادي بالإيمان كله نحن اتبعنا أحسن القول اتباعا لم نرضى غير المرتضى فينا مطاعا مولانا ما نرضى غيره صفيتكم في الله يوم الغدير صفيتكم على عاهدتكم نمضي معا للمصير راعي الشفاعة حجة وداعة وصانا كلنا حيدر أملنا وإحنا امتثلنا سمعا وطاعة صافحنا ضريحة بالإنابة عن يمينه مبروك اختيارك صحنا يا حيدر ولينا دونك الله قرر ما يتم للأمة دينا انت اللي محمد وصفك باب المدينة انت الإمام الحق من يجيد وصفك حتى القلاع صافحت بالباب كفك العالم حيرت حيرة حيدر معجزاته من قبل يوم الولادة بالركن اليماني توثقت أول شهادة نتباهى بغديرة ومو مجرد ذكرى عادة طه يقول ذكر ابني أبي طالب عبادة يبقى علي وحده الدور المصير
العلاج تصفى ولندي حيدر يجيرة يجيرة صفيتكم في الله يوم الغدير صفيتكم على وداد الأمير صفحتكم وصفح ملء الضمير عاهدتكم نمضي معا للمصير راعي المعاجز ثبت ركائز دين الله بيده لجل العقيدة أصبح نشيدة هل من مبارز من ليلة مبيتة ذا عصيت أبياني الأمصار حيدر عينه تغفى وما تهم ذيك الأشفار قسم راس مرحب شف قسيم الجنة والنار يوم يقول طه أعطي أن الراية كبار كليتي في نظراته وهجو التحدي قد فرق الأحزاب مذ أودبنا وجي هالضربة للأمة سيرة صفيتكم على وداد الأمير صفحتكم وصفح ملء الضمير عاهدتكم نمضي معا للمصير إهلية المعارة بيت الحيارة نال الصدارة وعرش الإمارة وبذو الفقارة شيد شعارة عيد الله الأغر وعلى البشر كلهم تقرر واضح كالشمس مهما اعترض والأعمى أنكر قال المصطفى وبإيده إيد الشال خيبر أن كنت أنا مولاه ذا مولاه حيدر جئناك من قد جاء في يوم الغدير قلنا قبلنا حيدر النعم الأمير وابتمنا اجري غديرة نرفع آيات التهاني والتبريكات إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله إلى الأئمة الأطهار لا سيما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى مراجع الدين إلى المؤمنين الكرام بمناسبة هذا اليوم السعيد عيد الله الأكبر العيد الأعظم عيد الولاية عيد البيعة اليوم المعهود يوم الميثاق يوم بيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالخلافة والوصايا من بعد النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير من الأعياد المهمة في الدين الإسلامي يأتي أحدهم يسأل الإمام المعصوم عليه السلام عن الأعياد في الإسلام كم لنا من الأعياد قال أربعة قال يا ابن رسول الله عرفت العيدين والجمعة كأنما يستفهم يقول نحن نعلم عيد الفطر عيد الأضحى والجمعة الرابع من هو قال هو يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة وهو أعظمها وأفضلها وعيد الغدير يوم الإعلان الرسمي لتنصيب المولى أمير المؤمنين خليفة وإماما من بعد النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير هو يوم مهم ونقطة تحول في تاريخ المسلمين نحن لو أخذنا فقط الآيات التي اتفق على نزولها في ذلك اليوم آية تبليغ الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالة إذن من هذه الآية نستخلص بأن إعلان وتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة من بعد النبي في ذلك اليوم في ذلك الموقف في تلك الساعة هو في جهة جنبة والرسالة وجهود النبي لمدة 23 سنة في جهة فإذن هو عدل تبليغ الرسالة وهذا يبين أهمية هذا اليوم هذا من جهة على نحو الاختصار والإيجاز من جهة أخرى بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وآله مراسيم البيعة نصب له خيمة بعد أن رفعه إلى جنبه بعد قبل ذلك رفعه إلى جنبه وأخذ بيده
وأخذ التقرير والاعتراف من المسلمين بقوله صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. اعترفوا بأن الولاية لله ولرسوله. ثم عطف النبي صلى الله عليه وآله قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم. بعد ذلك أنه دعا لمن يقبل ذلك ويلتزم بذلك: اللهم والي من والاه، والذي يرفض تلك البيعة وذلك، وعادي من عاداه. ثم لم يكتفي بذلك، نصب مكان وخيمة وأجلس المولى أمير المؤمنين عليه السلام، وأمر المسلمين بالسلام عليه بإمرة المؤمنين والبيع له، حتى قال قائلهم: بخم بخم لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وفي رواية مسلم ومسلمة. هذه بعد أن تمت هذه المراسيم نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم فقط وأتممت عليكم نعمتي، ولم تنتهي البركة إلى هذا الحد، بل ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه تمت بعد هذه المراسيم. إذن هذا اليوم وتنصيب أمير المؤمنين وعيد سمي عيد الله الأكبر لهذه النعمة، لأنه بهذا اليوم تمت النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأكمل الدين، ورضى الله سبحانه وتعالى، أو رضي الله سبحانه وتعالى أن يكون الدين الإسلامي لنا، لهذه الأمة المرحومة. علي بن أبي طالب له الأثر الكبير في تاريخ المسلمين، وله الفضل الكبير في تاريخ المسلمين، لذا كان هو باستحقاق أن يكون وريث النبي صلى الله عليه وآله، أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله. هذه الآيات وغيرها من الآيات، كما يقول ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة، يقول، وهذه الرواية في مصدر الفريقين، يقول: نزلت في علي بن أبي طالب 300 آية في شأن علي بن أبي طالب، 300 آية. ابن مسعود في غزوة الأحزاب في الآية يقول: كنا نقرأ على عهد رسول الله وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، في غزوة الأحزاب. وهكذا نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل مع أمير المؤمنين. كان يقول: علي مني وأنا من علي، علي أمير المؤمنين، سيد الوصيين، قسيم الجنة والنار، بابع المدينة رسول الله، لا يحبه إلا مؤمن، لا يبغضه إلا كاب، علي. وهكذا: علي المبين لأمتي ما اختلف فيه من سنتي، وغيرها من هذه الأحاديث. ولعل من الشواهد الكثير، مثلا في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، عندما أتى ذلك الكافر وطلب القتال حتى بلغت القلوب، يصف القرآن موقف رهيب، خرج أمير المؤمنين عليه السلام، فما كان من النبي إلا رفع يديه الكريمتين وقال: اللهم برز الإيمان كله. من هو الذي خرج؟ علي بن أبي طالب. فإذن يمثل الإيمان، يمثل الدين، يمثل الإسلام، الذي لا يوالي علي ولا يأتي إلا من باب علي، ماذا يكون المصير؟ علي. لذلك علي قسيم من جنة، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار علي بن أبي. لذا كان هذا اليوم هو يوم العهد المعهود، يوم الميثاق المأخوذ، يوم هو في السماء أشهر منه في الأرض كما يعبر عنه المعصوم، يوم عظيم. لذا ينبغي لنا إقامة المراسيم في هذا اليوم، الاحتفال والافتخار بهذا اليوم، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا من هذه الأمة التي تحيي ذكر هذا اليوم، وتؤمن بهذا اليوم، وتؤمن بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وجعلنا ورزقنا الله والجميع أن نسير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وبسيرة أمير المؤمنين. ولعل واحدة من الأمور المهمة في سيرة أمير المؤمنين، كما
نص عليها هو عليه السلام في وصيته عند استشهاده في مسجد الكوفة، أوصى العديد من الوصايا: القرآن، حج بيت الله الحرام، إقامة الصلاة والالتزام، وكذلك نص على العطف على الأيتام، على الفقراء، التعاون بين المؤمنين، الانسجام بين المؤمنين، التراحم بين المؤمنين، يكون المؤمن مع أخيه المؤمن شيء واحد، جسد واحد. الرابط هو الإيمان، الرابط هو النبي صلى الله عليه وسلم، الرابط هو أمير المؤمنين عليه السلام. نبذ الخلافات بين المؤمنين، والتلاحم والتكاتف والانسجام بين المؤمنين، التعاطف، الكبير يعطف على الصغير، الصغير يوقر الكبير، احترام النساء، احترام الأطفال، احترام الأيتام، تقديم المساعدات، تعاونوا على البر والتقوى. هذه مبادئ أمير المؤمنين. فما أحوجنا اليوم إلى أن نكون بهذه الصفة، وأن نعمل على إحياء أمر أهل البيت بتطبيق أمر الله سبحانه وتعالى. بالنص التزمنا والقرائن والأدلة، بس حيدر يوصف الهادي بالإيمان كله. نحن اتبعنا أحسن القول اتباعا، لم نرضى غير المرتضى فينا مطاعا. مولانا ما نرضى غيره. صفيتكم في الله يوم الغدير، صفيتكم على وداد الأمير، صافحتكم وصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير. راعي الشفاعة حجة وداعة، وصانا كلنا حيدر أملنا، وإحنا امتثلنا سمعا وطاعة. صافحنا ضريحة بالإنابة عن يمينه، مبروك اختيارك، صحنا يا حيدر ولينا. دونك الله قرر ما يتم للأمة دينا، انت اللي محمد وصفك باب المدينة. انت الإمام الحق من يجيد وصفك، حتى القلاع صافحت بالباب كفك. العالم حيرت حيرة، على وداد الأمير، صافحتكم وصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير. إينا للإمام قبل الزعامة، ويد الشريفة يعرفها ضيفة وتعرف رغيفة إيد اليتامة. حيدر معجزاته من قبل يوم بالركن اليماني توثقت أول شهادة، نتباهى بغديرة ومجرد ذكرى عادة، طه يقول ذكر ابني أبي طالب عبادة. يبقى علي وحده الدر المصفى، نادي عليا كم بقلع العلاد المصفى. وليندي حيدر يجيره يجيره، أصيتكم في الله يوم الغدير، صفيتكم على وداد الأمير، صافحتكم وصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير. راعي المعاجز ثبت ركائز، دين الله بيده لجل العقيدة، أصبح نشيده هل من مبارز.
من ليلة مبيتة ذا عصيت بياني الأمصار حيدر عينه تغفى وما تهم ذيك الأشفار قسم راس مرحب جف قسيم الجنة والنار يوم يقول طه أعطي النما يكبر كليت في نظراته وهجود تحجي قد فرق الأحزاب مذ أودبنا وجي هالضربة للأم مسيرة صفيتكم على ودان الأمير صفحتكم وصفح ملء الضمير عاهدتكم نمضي معا للمصير ليهلية المعارة بيت الحيارة نال الصدارة وعرش الإمارة وبذل الفقارة شيد شعارة عيد الله الأغر وعلى البشر كلهم تقرر واضح كالشمس مهما اعترض والأعمى أنكر قال المصطفى وبإيد إيد الشام خيبر أن كنت أنا مولاه ذا مولاه حيدر جئنا كمن قد جاء في يوم الغدير قلنا قبلنا حيدر النعم الأمير وابتمنا اجري غديرة أتقدم بأجمل التهاني وأزكى التبريكات للأمة الإسلامية ولمراجعنا العظام ولجميع المسلمين في جميع بقاع الأرض بهذه المناسبة العطرة الجميلة مناسبة عيد الغدير الأغر أعاده الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. مناسبة عيد الغدير مناسبة عظيمة ومهمة جدا وإحياءها إحياء كبيرا وواسعا له أبعاد ليست فقط على مستوى النفس وإنما على المستوى الفكري يرتبط بالجانب العقائدي ارتباط وثيق وإحياء مثل هذه المناسبة يعني إحياء العقيدة الإسلامية في نفوس أجيالنا واستمرار العقيدة الإسلامية كما تعلمون مرهونة بالتمسك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفاتحة الخير بالتمسك بأهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمير المؤمنين عليه السلام وبالتحديد في بيعة الغدير حينما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني مخلف من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا اليوم بالتالي يؤسس لمرحلة جديدة في حياة المسلمين بانتقال الرسول للرفيق الأعلى ثم استلام أمير المؤمنين عليه السلام زمام الأمور من بعده. وبالتالي هذا إحياء هذا اليوم وتأكيد عليه هو ترسيخ الفكرة العقائدية لدى الأجيال الجديدة من المسلمين على أهمية البقاء على خط أهل البيت عليهم السلام لاستمرار الإسلام المحمدي الأصيل. في هذا اليوم المبارك عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر يوم إكمال الدين وإتمام النعمة اليوم نجد النجف الأشرف مبتهجة. نحن اليوم حقيقة في هذا المكان بالقرب من حرم سيدي ومولاي أمير المؤمنين وهذه الأجواء الروحية التي نجدها قرب الحرم الطاهر ونجد جموع الزائرين التي توجهت لمبايعة سيدي ومولاي أمير المؤمنين والكل مبتهج الكل مسرور ونسأل الله أن نسدد كإعلاميين اليوم بتقديم الرسالة الإعلامية الحقيقية من هذا المكان بأن نحن دعاة للسلام نحن أتباع أمير المؤمنين وهذه حقيقة ليست بجديدة وهذه الحادثة حادثة الغدير هي رسالة إلى كل العالم بأن سيدي ومولاي أمير المؤمنين هو الوصي. نبارك لكم البيعة والثبات على الولاية إن شاء الله لنبايع أنفسنا أولا على حب أمير المؤمنين وحب أولاده وذريته فنبايع أنفسنا أولا على الصدق بالولاء والصدق بالكلمة والصدق بالإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه البيعة لم تكن بيعة صورية فقط فمن يبايع بيعة صورية فليخرج من الدين الإسلامي لأن الدين الإسلامي لم يكن صوريا. الدين الإسلامي اختلف في معتقداته في مبادئه في الأسس التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يعني اليوم هذه البيعة بيعة قلوب صادقة بيعة نوايا صادقة بيعة إحساس صادقة يجب على المرء أن يبايع نفسه
على الصدق والإخلاص لمسيرة النبي ومبادئ النبي وحب الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يبايع أمير المؤمنين على ما أتى به وأكمل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. نهنئ العالم الإسلامي وبالخصوص شيعة أمير المؤمنين بهذه المناسبة العطرة، ألا وهي عيد الغدير، عيد الله الأكبر، ونهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وعندنا شعر للإمام علي يقول: يشابس نورك السبعة، يشابس نورك السبعة، والعالم نجفنا بيك عرفوه، يا اللي مصبط الحروف براحة جفونك، يا قبلة علم والناس قصدوها، يا اللي محفظ لسانك بس حكم للناس، كل كلمة وفضتها بحث درسوها، وبقى نهج البلاغة يعادل كونيا، وبعلمك حروف النور وضبوها، ومن علمك يا حيدر تشهد الرواد، ومن علمك يا حيدر تشهد الرواد، للأفلاك قبل الأرض وصلوها. واحنا شلون ما نتباهى بين الناس، واحنا شلون ما نتباهى بين الناس، وباسمك يا علي ولايتنا سموها، وبيت الله بسنه بينزار، وبيت الله بسنه بينزار، وتحت قبتك تطوف الناس، وبطول السنه يا علي زوروها، وبطول السنه يا علي زوروها. نبراس الأمة اصبحت هاي النجف، وانت الذي نبض القلوب البحده بدقه بكل وقت من طبعك تغذيها. ش ما دار دورات الزمن، شما دار دورات الزمن، تبقى على حبك وانت المصفيها، وما مرها خوف ولا رعب، وما مرها خوف ولا رعب، ما طول فقارك يظل يحميها. ليه رد ذهب هاي النجف، ليه رد ذهب هاي النجف، اولها بيدك يا علي وتاليها. واهل النجف تطلب طلب، واهل النجف تطلب طلب، صك الشفاعه بيوم لتق يوم القيامه يا علي يا رويها. فضلك علي، فضلك علي على اهل النجف ما ينسى يعرفونه. شما قدموا يا ابو الحسن، دينك كبير وابد ما يوفونه. مرت احقاب من الزمن بحبك علي اختبرونه، راهنا ويمد الزمن كل ظنهم يفرقونه. وهاي المدينه تشرفت باسمك علي، ويكفي فخر لاهل النجف باسم الاشرف سمونه، ويكفي فخر لاهل النجف باسم الاشرف سمونه. اولا نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام، ونهنئ إمامنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن عجل الله له الفرج بالبيعة لأمير المؤمنين، كما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خم: إن هذا أمير المؤمنين، من كان يواليني فهذا علي مولاه، اللهم أنصر من نصره، ووالي من والاه، وعادي من عاداه. أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين، والضارب بالسيفين، والطاعن بالرمحين، والمهاجر هجرتين، وقاتل الأعداء في بدر وحنين، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. هذه المناسبة وهذا التجمهر من كل المحافظات في بلادنا العزيز العراق، والبلدان العربية الإسلامية الشيعية في بلدان العالم، جاءت تبايع وتهنئ الإسلام على أمير المؤمنين، خليفة وقائد، وكون لنا يوم القيامة شفيع لنا ولأمة الإسلام. نهني صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر بهذه المناسبة الكريمة، ونحيي كافة علمائنا الأبرار، ونعاهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن نبقى على الولاية والعهد، ونكون من الجنود والأوفياء إلى صاحب العصر والزمان. إن هذا اليوم ألا وهو يوم عيد الغدير، عيد الله الأكبر، نحن زوار أمير المؤمنين جئنا إلى مرقد أمير المؤمنين عليه السلام لتجديد البيعة والعهد لولي الله أمير المؤمنين عليه السلام، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: بلى. فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وانصر من نصره، واخذل من اخذله، وعادي من عاداه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا من شيعته ومحبيه ومواليه. انطلاقا من حديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام: اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا. اتم الاسلام والنعمه والايمان بولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب الخليفه الشرعي.
ونهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام والإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه في هذا اليوم العظيم، هو عيد الله الأكبر ويعتبر من أعظم الأعياد وأحسنها. ونهني العالم ونهني السيد علي الحسيني السيستاني أدام الله ظله الوارد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. نعم، وهذه الكرامة الذي حصل عليها أمير المؤمنين يستحقها بفضل، لأنه أشجع الشجعان، لأنه بطل صنديد، لأنه سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين. بهذه المناسبة العظيمة وهو عيد الله الأكبر، نعم عيد الله الأكبر، عيد التنصيب، عيد الولاية لأمير المؤمنين، نهني أولاً المن نرفع الآيات والتبريكات لسيدنا ومولانا صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونقول له: يا مولاي نحن على العهد باقون إن شاء الله، يا أمير المؤمنين سوف تكون في أعيننا وفي قلوبنا، ونحن يا مولاي جئنا في هذا اليوم نعاهدك أن نكون أوفياء لك، نعم سائرين على دربك، نعم نحن أبناء علي، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وهذا هو الأب الروحي. اليوم العراقيين من كل حد من وصوب جاءوا لأمير المؤمنين مهنين، نعم مهنين يا علي، لنقول لك لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا أمير المؤمنين. نرفع ايدينا بايع ولينا، ما نرضى غيره، نتبع مسيره، نقبل غديره ونوفي لنبينا. عهدنا نبينا واللي يقول اماني بدله، عن بيعه وصيه من تخلف وانتخلى، بالنص التزمنا والقرائن والادله، بس حيدر يوصف الهادي بالايمان كله. أهنئ وأبارك للأمة الإسلامية بالأخص لشيعة أمير المؤمنين بهذه المناسبة، مناسبة عيد الله الأقر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على المسلمين باليم والبركة. وهو عيد غدير خم، وهذا العيد هو اللي آخر فريضة اللي أمر الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية أن يعتقدوا بها وأن يمتثلوا وأن يعملوا بهذه الفريضة، وهي فريضة الولاية، وأن الله سبحانه وتعالى افترضها في القرآن الكريم، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترضها على هذه الأمة. ومثال هذا الشيء إن الولاية للإسلام كالروح للجسد، الروح لابد للجسد أن يكون معه روح حتى يتحرك، حتى يعطي الثمر ويعطي النتيجة، وإلا الجسد إن لم يكن له روح لم يكن له ثمر وليس له نتيجة. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد نهاية حجة الوداع وفي مكان وفي منطقة يقال لها غدير خم، النبي نزل عليه الأمين جبرائيل من قبل رب العالمين وأمره بأن ينصب من بعده أمير المؤمنين علي عليه السلام وليا للمسلمين، ولا بد للمسلمين أن يتخذوا أمير المؤمنين إماما ووليا. بمناسبة عيد الغدير الغراء نهني جميع المسلمين والمؤمنات بمناسبة هذه، وأنا يمكن 15 مرة ندت على النجف في هذه المناسبة عيد الغدير،
وكنا نحتفل بالاحتفالات مالها في النجف وكربلاء والبحر لما نكون متواجدين هناك. ونهني جميع المراجعنا العظام وعلى راسهم سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني والسيد علي الخمنائي وجميع مراجعنا والعلماء الكرام. نشكركم عزيزي على هذا. تحيون هذه المناسبة العظيمة في دولتكم دولة البحرين؟ بالنسبة لإحياء هذه المناسبة وهي مناسبة عيد الغدير البيعة إلى أمير المؤمنين، نحييها بالاحتفالات والفرح والابتهالات، ونقدم فيها هدايا إلى الوافدين على المؤسسات الدينية عندنا في البلد في البحرين، وهم إحنا بالعراق مع الحملة نحيي المناسبة ونقدم فيها الهدايا لزوار أمير المؤمنين، منها تكون هدايات إلى السفر إلى مكة إلى العراق إلى مشهد. أبارك للأمة الإسلامية بهذه المنزلة اللي الله شرفنا لها، والإمام علي سلام الله عليه وصرنا من الحضور إليه، وشرف وجميل. ونبارك للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، والله يرزقنا ويرزق المؤمنين والمؤمنات، والله يتقبل من الجميع إن شاء الله، ويجددنا البيعة إلى الإمام علي إن شاء الله، متوالين بالله وبأهل البيت بولايتهم في الدنيا زيارتهم في الآخرة شفاعتهم بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية بهذه الذكرى العطرة بحق محمد وآل محمد. جينا من الخليج برا عن طريق الكويت لأجل مبايعة مولاي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في عيد القدير الأقر عيد الله الأكبر. اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. شلون شفت الأجواء في النجف الأشرف بالأقصى؟ جميلة جدا، جميلة جميلة. أعانكم الله على الطاعة، الله يقويكم إن شاء الله في كل خير. أهذب أسمع آيات التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية وعلى رأسهم لإمام صاحب العصر والزمان والأئمة المعصومين والمراجع العظام والأمة الإسلامية كافة والعلماء والمراجع. بمناسبة عيد الغدير الأغر عاد الله علينا وعلى جميع المسلمين في خير وعافية وتم الصحة والعافية، ينصرنا الله على أعدائنا في المشارق الأرض المغاربة، ينصر شيعة أمير من ما كانوا في مشارق الأرض المغرب. السلام عليكم. يعني عيد الغدير هذا أنا قاعد أطلب عند أمير المؤمنين أقول إحنا جايين نبايعك يا أمير المؤمنين في يوم عيد الولاية أبو حسين، إحنا جايين نبايعك ونبغى عندك يا أمير المؤمنين ويانا توقف ويانا ويا الشيعة المظلومين في البحرين المعدي في سجون الظالمين. ينصرنا الله عليهم إن شاء الله، ينصرنا الله على الظالمين معذبين وحتى ما عندهم أشغال ولا عندهم شيء قاعدين تخرجين جامعة ويقعدون. نصرنا الله على من عادانا، ينصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وصلنا وياكم مشاهدين كرام إلى ختام تغطيتنا واللي كانت خاصة حول عيد الغدير الأغر، وكانت فقرات هذه التغطية متنوعة من خلال ما قدمت العتبة العلوية المقدسة من فعاليات قرابة 40 فعالية على مدى أسبوع كامل، وكذلك الفعاليات والمهرجانات الشعبية في هذه المدينة المقدسة. إلى تغطيات أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.